اخوان عشان ما بيقيش وقت كتير بنتلو عليكم الرؤية اللي وعدناكم فيها في اول الدرس. الرؤية تتكلم كالآتي، يعني رائية يعني احدى الاخوات ونحسبها على الله صادقة، رأت الرسول عليه الصلاة والسلام، ويحيط الرسول عليه الصلاة والسلام كل الأنبياء والرسل. يعني احنا نتكلم مش بس عن الرسول عليه الصلاة والسلام، كل الأنبياء والرسل، يعني ما يقدر ب 124 ألف نبي ورسول يحيطوا بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كدائرة، كيف الناس اللي بتحط في الكعبة كانوا يحيطوا في الرسول والرسول في الرسل في النصف. وجميع الأنبياء والرسل كان فوق رأسها، كل واحد فيهم فوق رأسه غيمة من نور. غيمة من إيش؟ من نور. فهلأ هي تتساءل الرائية ما هذه الغيمة، فيأتي صوت من خلفها ويقول هذه غيمة الاستغفار. غيمة إيش؟ الاستغفار، غيمة من نور، وتجعل للمستغفر ظلة من نور يراها أهل السماء. فبتسأل مين اللي بتكلم معي؟ فبقول أنا المهدي وأني على وشك الظهور. يعني لاحظوا هون، يعني في عنا أكثر من فائدة في هذه الرؤية. يعني نكمل الرؤية إخواني إن شاء الله وبعدين نتكلم عن الفوائد. فتسأله ومتى ظهورك؟ فيقول قريب جدا، ويضرب لها مثال. يعني الرأي بتقول ما قدرتش أتذكر شو هو المثال، يعني لربما كان ذكره سيكون ضرر في إظهار وقت خروجه، فلكن يعني الكلمة اللي هي متذكرتها في الرؤية إنه قريب ظهوره قريب. هون إخواني يعني المهدي يطلب من الرأي ويقول بلغي المسلمين بضرورة كثرة الاستغفار. هون تنتهي الرؤية. هذه الرؤية إخواني يعني إذا إحنا نظرنا لها، أول شيء نتكلم عن الاستغفار. الاستغفار يمحي الذنوب. يعني في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام إنه لا يغان على قلبي وإني لأستغفر الله في كل يوم 100 مرة. وفي آخر يقول إن القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد وإن جلاءها الاستغفار. ونعلم إخواني عظمة الاستغفار من آيات القرآن الكريم. يعني خذوا سورة نوح تكفيكم في معنى الاستغفار وفي قوة الاستغفار وفي عظمة الاستغفار. ولربما يعني احنا تكلمنا في السابق في درس عن الاستغفار وعظمة الاستغفار. إنما إخواني هذه الرؤية، يعني لما نقول إنه نتكلم عن قرب ظهور المهدي ونتكلم عن ضرورة كثرة الاستغفار، شو معنى؟ يعني كأنه يجب أن نتسابق وأن نسبق ظهور المهدي بإيش؟ بكثرة الاستغفار. يعني يجب أن نبدأ مسح ذنوبنا. هلأ هذا ضروري ليش؟ ضروري من ناحيتين. الناحية الأولانية عشان المستغفرين يكونوا أصحاب نصر مع جند المهدي، والشغلة الثانية إنه فترة مجيء المهدي شو راح تكون؟ فترة حروب، وسيكون فيها قتلى كثيرون. فأي إنسان يعني يقتل أو يموت في هذه الفترة وفي عليه ذنوب أو على قلبه ذنوب كثيرة، ما راح تكون درجته عالية في الجنة. عشان إحنا إخواني نضمن الدرجة العالية في الجنة، شو بدنا؟ بدنا ننقي قلوبنا أمام الله سبحانه وتعالى. وتنقية القلوب إنما تكون بإيش؟ بكثرة الاستغفار. يعني نستغفر قدر الإمكان، عسى الله سبحانه وتعالى إما أن يقبضنا ونحن قلوبنا بيضاء، أو إنه يجعلنا من جند المهدي قلوبنا بيضاء فينتصر فينا وينصر فينا. واحدة من هدول الاثنتين. ودائما نقول هذا والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. رؤية إخواني ثانية على في عجالة، نقول إنه ثلاث كلمات. حدث أمني في القدس، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم بما معناه. لا نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، ونذكر إن الشيطان، وهذا تكلمنا فيه في السابق، يعتمد على الذرائع، فلا نترك طرف خيط يستطيع الشيطان أن يلف حول رقابنا في هذا الخيط. نبتعد عن الذرائع التي يحاول الشيطان أن يوقعنا فيها لاستخدامها لمضرتنا
من جديد. ونذكر إخواني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ونذكر إخواني إنه إحنا أهل البيت المقدس، أهل المسجد الأقصى، يعني الأحاديث تربطنا، عليكم السلام، الأحاديث تربطنا بكلمة الرباط، والرباط كما علمنا الرسول عليه الصلاة والسلام، نذكركم بمعنى حديث الرباط، لما يقول عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على ما يرفع الله به الدرجات ويحط به الخطايا؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط.